نبدأ شبابيك كالعادة بصور تعكس تأثير تفشي فيروس كورونا على الحياة العامة. البداية بصورة لمستشفى ميداني جديد قيد التجهيز في العاصمة العراقية بغداد، بعدما سجلت البلاد أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد. هنا في الرباط متطوع يعقم يدي سيدة، بعدما عرفت البلاد بدورها رقما قياسيا لعدد المصابين. وإلى هذه الصورة التقطت لسوق لحوم في بكين، أغلق من قبل السلطات مع ظهور بؤرة جديدة لكورونا في الصين، هذا البلد الذي صدر الفيروس إلى كافة أنحاء المعمورة. ومن الصور الخاصة بكورونا إلى أبرز الأخبار الواردة عن الفيروس في عالمنا العربي وعبر العالم. أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة نوفارتيس أنها ستوقف التجربة السريرية المتعلقة باستخدام هيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بوباء كوفيد-19 بسبب نقص المشاركين. وذكرت نوفارتيس أنها اتخذت القرار بعدما أصبح من المستحيل إنهاء الدراسة، وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد سحبت في 15 من يونيو حزيران الجاري التصريح الطارئ لمعالجة المصابين بواسطة عقاري كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين. ويأتي هذا بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد في وقت سابق بفعالية العقارين في وقت سمحت فيه الجهات الصحية في الولايات المتحدة باستخدامها حصرا في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا. ويأتي إعلان شركة نوفارتيس بعد أسبوع من قرار منظمة الصحة العالمية إيقاف التجارب على هيدروكسيكلوروكين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الآلاف من أنصاره إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، واصفا إياها بسلاح ذي حدين، ومشيرا إلى أنها أدت إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات الإصابة. لكن مسؤولا في البيت الأبيض استدرك قائلا إن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء وتيرة الاختبارات. تصريحات ترامب هذه جاءت خلال أكبر تجمع عقد في صالة مغلقة في الولايات المتحدة منذ أشهر، على الرغم من زيادات مقلقة في معدلات الإصابة بكورونا لا سيما في جنوبي الولايات المتحدة وغربيها. أكدت الحكومة الفرنسية أنها ستسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد اعتبارا من 11 من تموز يوليو المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل، وسيسمح في البداية بحضور 5000 شخص في الملعب كحد أقصى، على أن يسمح بزيادة عدد الحضور مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس آب المقبل. وبهذا أصبحت إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا ونهائي كأس رابطة المحترفين أصبحت ممكنة وبحضور الجمهور. وكانت الرابطة الفرنسية لكرة القدم قد ألغت دورية هذا العام، وأعلنت فريق باريس سان جيرمان بطلا. خلا شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد من رواده بسبب فرض السلطات العراقية حظر التجوال، وعزف رواد الشارع وعزفوا من رواد من المثقفين والأدباء والشعراء عن التواجد فيه استجابة لقرارات السلطات التي تقضي بالتباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفشي كورونا. وقد أغلقت المباني الأثرية والمقاهي والنوادي المنتشرة على جنبات الشارع أغلقت أبوابها إلى حين انتهاء أزمة الوباء. لنتوجه إلى هناك إلى شارع المتنبي. كان بالأمس القريب يعج بالحركة والرواد، لكنه اليوم أصبح خاليا. شارع المتنبي قلب العاصمة العراقية النابض بالحياة وأشهر معالم بغداد الأدبية والثقافية وأكثرها زحاما.
شاي. كان أبو فاطمة يأمل أن يعود إلى بيته بدنانير معدودة علها تسد رمق عائلته. هو ساحة طالع هذا الشارع المتنبي فارغ ما بي أحد، بينما كان كل الأيام موجود المتنبي بدون انقطاع، لا جمعة لا سبيت لا أحد، ما يكون انقطاع. هسه هو حتى بيام الدوام اللي موجودة مفتوح الطريق بها تجي عليه تلقي شيء جزئي، ناس بشرية مو مثل قبل الرواد، تجي الناس تشتري تفطر. الفيروس القاتل وقرار السلطات بحظر التجوال قد نالا من مكتبات الشارع ومنتدياته الأدبية ومقاهيه. كانت تنتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر كي يأمها روادها وزائرها، لكنها اليوم بدت خاوية تماما. يكاد يكون زائره الوحيد، يلتقط بعض الصور لأماكن لطالما تعلق بها في شارع المتنبي ليستذكر أيامه التي قضاها هنا. هي متعة المتنبي، جمعة المتنبي في تنوع لقاءات بزملائك وأصدقائك والوجوه والأدباء والمثقفين والفنانين تجدهم في المتنبي هذا الجمعة. لكن الآن المتنبي ما، فأنا قلت ما دام هو وحيدا يجب أن أكون أنا مع هذا الوحيد. مبنى القشلة الأثري والمركز الثقافي البغدادي من أبرز معالم هذا الشارع، أبوابهما موصدة ينتظران بفارغ الصبر جلاء الوباء كي يعاودا نشاطاتهما الفنية والأدبية والثقافية في شارع بغدادي عتيق لم يعرف السكون منذ إنشائه قبل نحو 4 قرون. خلا شارع الكتب من الكتب ولم يبقى إلا تمثال المتنبي شاهدا على ما جنته جائحة كورونا على قلب بغداد الثقافي المطلي على ضفاف نهر دجلة. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. حذرت جمعية أطباء الأطفال في المغرب من الآثار السلبية للحجر على الأطفال وخاصة المعاناة والاضطرابات النفسية التي يتسبب بها مع تمديد إجراءات العزل المفروض منذ آثار مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا. وطالبت الجمعية الحكومة المغربية باتخاذ تدابير التخفيف عن الحجر لتمكين الأطفال من الخروج إلى الهواء الطلق. إذن عن الأطفال وكورونا نتحدث، لكن بعد التقرير التالي. بحذر يخطو هذا الطفل خطواته الأولى خارج البيت بطلب مشروط، بعدما تبدد الأمل في الرفع الكلي للحجر المنزلي، وبعد أن مددت الحكومة المغربية إجراءات العزل المفروض منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. تمديد رافقته تحذيرات من الجمعية المغربية لأطباء الأطفال من الآثار السلبية للحجر. طلبنا تخفيف الحجر لتمكين الأطفال من الخروج لساعات كل يوم والتجوال في الهواء الطلق، لأننا بدأنا نستقبل حالات لأطفال يعانون من اضطرابات سلوكية واضطرابات في النوم، وهذا يجعلهم عرضة لنوبات الغضب. الجمعية دعت في رسالة إلى وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ تدابير للتخفيف من معاناة الأطفال وتمكينهم من الخروج إلى الهواء الطلق مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي. الرسالة لقيت صدى لدى وسائل الإعلام المغربية وتجاوبا من الآباء الذين عبروا عن خيبة أملهم من قرار الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ. قبل كنت كنقدر نحيد الولاد التليفون من يديهم، نقول لهم لا التليفون خصو قانون خصو وقت، نتوما غادي تحفظوا نتوما. دابا ما كنقدرش، ملي كنحيد لهم كيقول لك شنو غنديروا ماما شنو غنديروا، كنضطر نخليه ليهم. امهات واطفال يعانون في شقق ضيقه، فقد افادت دراسه رسميه مغربيه الشهر الماضي بان نصف الاسر المغربيه تعاني القلق بسبب الحجر والاكتئاب ونوبات البكاء المتواصله لدى الاطفال. في ظل ضعف الإمكانات لتوفير أنشطة منزلية وألعاب قد تخفف من الملل الناجم عن العزل. عندي 3 الأولاد، ولكن الولد الصغير تيقنط وبغي يخرج وبغي يدور وبغي يتسارى، ولكن ما عنديش زعما الإمكانية.
الحكومة المغربية وعدت بتسريع التخفيف التدريجي للحجر واستئناف الأنشطة الثقافية نهاية الشهر الجاري بعد الانتقادات الواسعة لقرارها تمديد حالة الطوارئ. وينضم إلينا عبر سكايب من الدار البيضاء الدكتور مولاي سعيد عفيف، الرئيس الشرفي للجمعية المغربية لطب الأطفال. أهلا وسهلا بك معنا. إذن البعض يقول إن مستقبل الأطفال أصبح مهددا بالخطر، هل تتفق مع ذلك أم أن هذا فيه شيء من المبالغة لأننا في ظل ظروف استثنائية لابد أن تنتهي عاجلا أم آجلا؟ شكرا على الاستضافة. أولا كان من الواجب ديال الجمعية المغربية لطب الأطفال أنها تدق ناقص الخطر، والحمد لله كان واحد التفاعل سريع من طرف وزارة الصحة، وأيضا السيد وزير الداخلية دخل في البرلمان وقال بأنه غادي يكون تخفيف على الأطفال، والسيد وزير الصحة فهو دار لجنة ديال اليقظة لتتبع والتكفل بالحالات النفسية ديال الأطفال، واللي فيها أطباء الأطفال، أطباء ديال الطب النفسي عند الأطفال، وكذلك ديال علم النفس. وهذا كله تيدل بأنه كاين واحد التفاعل سريع، وكاين التفاؤل لحقاش الحالة الوبائية الحمد لله. بأي اتجاه سيأتي هذا التفاعل؟ يعني ذكرت وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ما هي الخطوات المرتقبة من هاتين الوزارتين بالتحديد؟ أولا الخطوات المرتقبة فوزارة الصحة مع وزارة الداخلية راه كاين تخفيف دابا عند الخروج ديال الاطفال، لحقاش التجارب اللي كانت في الدول مثل استراليا مثل فرنسا بينات بانه الاطفال ماشي هما اللي تيعاديو بزاف، انهم ما تيتعاداوش بزاف، ماشي معديين، وسبعه الخطرات ناقصين على البالغين، وايضا 90% ما تيكونوش كاع الاعراض ولا تتكون اعراض خفيفه. فهذا جعل لا الوزارة ديال الصحة ولا الوزارة ديال الداخلية أنه تخفف. وراكم تشوفوا طب متى سيتم البدء بهذا التخفيف؟ دابا تيخرج البدء، بدا وغادي يتعمم ابتداء من 24 يونيو. طيب المؤسسات الصحية والتعليمية المحلية أيضا لديها دور كبير فيما يتعلق بهؤلاء الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية أصلا ومن إعاقة جسدية على سبيل المثال. أي دور متوقع من هذه الجهات بالتحديد، وهل سيسمح لها بالقيام بعملها؟ فعلا لحقاش الجمعية المغربية لطب الأطفال النفسي بمشاركة مع الجمعية المغربية لطب الأطفال فنادينا باش الأطفال اللي عندهم هذه الإعاقات بحال التوحد أنهم يتمكنوا أنهم يرجعوا، مع العلم بأننا خصنا دائما نحترموا الوسائل الوقائية، ولكن باش يرجعوا لحقاش لقينا بأنه كاين تفاقم عند هاد الأطفال اللي عندهم هذه الاحتياجات. وايضا الاطفال كما جاء على لسان رئيس الجمعيه الدكتوره فيلال انه كاين اضطرابات في النوم، انه كاين تبول لا ارادي، قلق، غضب مفرط، فكل هذا لي سيمبتوم تدلوا بانه كان من الواجب انه يكون التخفيف ديال يعني هذا على المستوى عند الاطفال. هذا على المستوى العام سيد سعيد، لابد أنكم نجحتم في هذه المهمة ونقلها إلى الحكومة بهذا الشكل والمستعجل. على كل خلينا ندخل إلى النطاق الضيق أكثر قليلا، يعني في المنزل وفي ظل هذه الحالة التي تواجهها العديد من العائلات، كيف يمكن أن نفسر للطفل بعبارات بسيطة خطورة الوباء بشكل تلقائي ويمكن أن يتكيف مع عمره؟ هنا دور الآباء فهو دور مهم، وخاص يكون التعبير عند الآباء هو تعبير تفاؤلي باش توصلوا المعلومة بكل تفاؤل، وأننا نخليه على بعيد على كاع المسائل اللي غادي تجعلوا أنهم مضطرب، وايضا تنطلبوا من الوالدين انهم ما يبينوش بزاف الاضطراب، باسكو عرفنا بان عده
اباء فقدوا العمل ديالهم، عده اباء عندهم مشاكل في العمل ديالهم، فهذا يرجع سلبا على الاطفال، ولهذا دور الاباء مهم. وحنا راه درنا في المغرب ديال اللجان ديال الاستماع للتخفيف من هذه الحدة ولمساعدة الآباء في هذه المحنة. يعني كلما طالت مدة الحجر كلما تضاعفت الانعكاسات على الأطراف، لكن الأطفال والمراهقون بشكل خاص لا يعبرون عن مشاعرهم، يجدون صعوبة ربما في وضع النقاط على الحروف وتحديد طبيعة هذه المشاعر، لكن متى على الأهل أن يقلقوا نتيجة ربما تصرفات أبنائهم؟ ما هي إشارات الإنذار؟ إشارات الإنذار تنشوفوا أنه بعض الأطفال تيوليو قلقين، بعض الأطفال كاع بكثرة الخوف ما تيبغيش كاع يخرج من المنزل ديالو. إذن هو نحن نتحدث في ظل الحجر السيد سعيد، يعني هو أصلا في ظل الحجر من غير ممكن أن يخرج من المنزل، ممنوع من الخروج من المنزل. لا ما لا بالنسبة للأطفال فهنا السلطات أعطت الحق وراه جات على لسان رئيس الجمعية المغربية الطب الأطفال أنه أعطت الحق للآباء باش يتفسحوا مع الأطفال ديالهم، ولهذا شرط بأنه من ابتداء من 24 يونيو فالحدائق غادي تفتح ويمكن الأطفال يكون عندهم متسع أنهم يخرجوا أنهم يتفسحوا. الأطفال تيبغيو دائما نقولوا لهم الوقت أنت يمكن تنقولوا لهم دابا هذا الوقت ديال 24 يونيو فهو مزيان. طيب هذا بالنسبة ل 24 يعني يونيو يعني قريبا جدا سيتم تخفيف هذه الإجراءات على كل الاضطرابات النفسية تنعكس جسديا، قلق، صعوبة في النوم، أرق، بكاء متكرر، وفي الكثير من الأحيان الأهل عاجزون عن التصرف ويجدون صعوبة في استدعاء ربما طبيب نفسي أو حتى لا يملكون ثمن هذه المعاينة. كيف على الأهل التصرف في هذه الحالات؟ لا الأخص تعرف بأنه في المغرب إحنا الأهل يمكن لهم يتصلوا بالمستشفى العمومي، فهو كين وأيضا كما قلت كين لجنات ديال لجان ديال الاستماع مكونة من أطباء ديال علم النفس وأطباء اختصاصيين في الطب النفسي، فهاد اللجان تشتغل مجانا. تماما، يعني وضع مريح ابتداء من اليوم. إذا شكرا جزيلا لك مولاي سعيد عفيف الرئيس الشرفي للجمعية المغربية لطب الأطفال. في شباك هاشتاج لليوم نرصد تفاعل الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراسلنا في عمان ليث الشبور. أهلا وسهلا بك ليث. إذا دعم نقدي يحول ل 120 ألف أسرة تستفيد منه على خلفية فيروس كورونا. بالفعل نادين مساء الخير في البداية لك والمشاهدين الكرام. واضح أن يعني فيروس كورونا لربما كان تأثيره أكثر على القطاعات الحرة أو المهن الحرة أو العمال الذين لا يتقاضون راتبا في نهاية كل شهر، يتقاضون إلا ربما أجرا يوميا كما يسمون في المملكة عمال المياومة. عمال المياومة الذين يعني بقوا لمدة شهرين ونصف تقريبا في منازلهم لا يستطيعون الخروج بسبب إجراءات الحظر الشامل وغيرها من قرارات العزل والحجر الصحي التي كانت سببا في إغلاق عدد كبير من منشآتهم حتى بعد سماح الحكومة بخروج المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي. كثير منهم تضرر، كثير منهم قالوا أنهم كانوا يعملون يوما بيوم وكانت الرزقة لهم بالنسبة لهم يوما بيوم، لذلك أصبحت الأوضاع صعبة جدا خلال الفترة الماضية. ولذلك الحكومة قالت أنها ستقوم بدعم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع الأردني، وهذا الدعم رآه كثيرون أنه متواضع جدا ولا يلبي الطموحات، لكن الحكومة عادت وكررت وقالت أن الدعم لن يتوقف لمرة واحدة، سيكون الدعم لثلاث مرات، صرفت المرة الأولى قبل شهر، المرة الثانية تصرف في هذه الأيام، والمرة الثالثة سيبدأ صرفها في مطلع تموز القادم. لذلك اليوم الحكومة تقوم بصرف ما يقارب 150 دولار لكل عائلة شهريا في هذه الدفعات الثلاث حتى تخفف نوعا من
الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا القطاع، لكن كثيرون يرون أن هناك جهات وشرائح في المجتمع كمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، رواتب كبار موظفي الدولة التي تعتبر من الرواتب الخيالية الفلكية، أيضا رواتب الوزراء في الحكومة وما إلى ذلك، طالب كثيرون بأن يتم خصم جزء من هذه الرواتب وأن يذهب بعضها تضامنا وتكافلا مع عمال المياومة إلى هذه الشريحة التي تضررت بشكل واسع. على مواقع التواصل الاجتماعي ما زال هاشتاج عمال المياومة يعني يتصدر عدد كبير من المنصات، ونقرأ من تويتر على سبيل المثال نادين، نبدأ مع دينا. دينا غردت تقول: عمال المياومة تضرروا كثيرا بسبب أزمة كورونا، ساعدوهم، في إشارة إلى أن المساعدات التي كانت الفترة الماضية لم يعني تفي بالغرض المطلوب. أما معتز يقول: بعض حلول الحكومة لشوفيرية التاكسي وهم من ضمن عمال المياومة، اشتراك التاكسي بخدمات التوصيل مقرها بشروط مبسطة، أهمها كفالة 2000 دينار، التعاقد مع شركة للتعقيم اليومي المعتمد من وزارة الصناعة والتجارة، ودفع الرسوم المطلوبة حوالي 696 دينار. وهذه الشروط رأى كثيرون من أصحاب التاكسي بأنها شروط تعجيزية وصعبة جدا لأن المبالغ كبيرة. أما سوسن تقول: عمال المياومة أحق من النواب بالرواتب التي تصرف لهم، راتب كل نائب 3000 بكفي 10 عائلات على حد قول سوسن. وأخيرا رنا تقول: إذا لم نجد حل لعمال المياومة عن طريق التكافل فيما بيننا، سيكون التوجه الحكومي إلى عودة العمل لهم والمخاطرة بانتشار الوباء بيننا جميعا. هذا بما يخص الهاشتاج الأول نادي. وفيما يخص الهاشتاج الثاني، النائب وفاء بني مصطفى تقول إنها وقعت ضحية فخ من خلال ظهورها على فضائية عبرية، وكانت تتحدث عن موضوع ضم غور الأردن. بالفعل يعني نعلم جميعا أن هناك يعني لربما اليوم علاقة غير جيدة أبدا تجمع الأردن بالاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع التهديدات الإسرائيلية بضم غور الأردن، وبالمقابل الموقف الأردني الثابت حول هذا الموضوع أن الأردن عمان لن تقبل أبدا بخطوة الضم. والملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء أكدوا مرارا وتكرارا أن إسرائيل تبحث عن الصراع لا تبحث عن السلام، وإذا كانت فعلا تبحث عن الصراع فإن الأردن سيكون له رد، ولربما ربما هناك تلويح بالتهديد بورقة السلام ما بين الأردن وإسرائيل. قبل يومين تحديدا نادين خرج مكتب تحديدا النائب وفاء بني مصطفى، المكتب قال بأن طبعا هذا البيان خرج بعد انتقادات واسعة على خروج النائب على إحدى الشاشات الإسرائيلية، في اعتبار أن هذه يعني خطوة تطبيعية كما رأها كثيرون، وقبول بالواقع وهو أن الاحتلال الإسرائيلي وجوده طبيعي وغير استثنائي في هذه المنطقة تحديدا. لكن النائب خرجت وقالت أن معدي أحد البرامج في أحد القنوات تواصلوا معها، قالوا لها أنهم قناة عربية ليسوا إعلام عبري، وأنهم يرغبون بسماع رأيه حول خطوة الضم التي تنوي حكومة إسرائيل يعني تنفيذها مطلع تموز القادم، فوافقت بناء على ذلك دون أن تسأل عن الضيوف أو أسماء المذيعين أو حتى عن اسم القناة التي تستضاف بها. وبالفعل تم استضافتها من خلال تطبيق سكايب، وفور انتهاء المقابلة جاءت ردود أفعال انتقادية كبيرة من المجتمع الأردني، ما اضطر النائب إلى أن تخرج وتقول أنها وقعت في المصيدة ولم تكن تعلم أنها قناة إسرائيلية وأنه إعلام يتبع لحكومة الاحتلال. لذلك هاشتاج وفاء بني مصطفى منذ يومين تقريبا نادين هو ترند على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. كثيرون يرون بعد بيان النائب أنها فعلا يعني لم تكن تقصد وتضامنوا معها، لكن البعض الآخر رأى أن يعني شخص بمثل هذه المكانة السياسية في مجلس النواب يمثل جزء كبير من الشعب الأردني، يجب يعني أن لا يكون على هذه أو عدم الدراية بمثل هذه المواضيع. نبدأ ببتير. بتير يقول: في هذه المرحلة من الوضع السياسي المشتعل بين الأردن وإسرائيل، ضروري ظهور شخصيات أردنية ذات وزن لتقديم الرؤية الأردنية بشكل صحيح وقوي ومقدار كبير من الثقة. النائب وفاء بني مصطفى هي من الشخصيات التي أنا أثق بها تماما، وهي أبعد ما تكون عن التطبيع.
أما أسماء تقول بمواقفها التي نعرفها وبطرحها الوطني وبمسميات والمسميات التي استخدمتها تعبر عن الأردن الأصيل الذي لا يقبل بالعدو. قبل التعرض لهفوة بني مصطفى راجعوا أسماء فريق التفاوض في وادي عربة، هؤلاء أولى بسخطكم. أما موسى يقول النائب وفاء بني مصطفى معروف عنها مناهضتها للتطبيع، وهذه القناة لم تكشف عن هويتها، وعندما اكتشفت النائب الأمر طلبت عدم بث المقابلة، استهداف للأسف واضح لشخصيات وطنية تدافع عن القضية. أما رائد يقول مع احترامي واحد في موقعها هذا لا تعرف أن I-24 قناة إسرائيلية هي تتحمل تبعات الخطوة وتقصيرها كنائب وطن، جهلها بالقناة لا يعفيها من الخطأ. أما حنان تقول ليس عذر مقبول من نائب تمثل الشعب، المفروض تكون أكثر حذر غلطة الشاطر. هذا بيخص الهاشتاج الثاني غلطة الشاطر بألف. شكرا جزيلا لك مراسلنا في عمان ليث لشبور. فصل قصير وتشاهدون بعده. نلتقي بالمخرج العراقي مصطفى الصميدعي يحدثنا عن فيلمه ابتسامة في دقيقة الفائز بالجائزة الذهبية العامة في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية. عبر العالم المتعافون من الفيروس يعانون من آلام نفسية وجسدية ويختارون مسارا جديدا لعلاجهم. وفي شباكهن فزاعات الفنانة التونسية زينب الهلالي تتحدى رعب كورونا. أهلا بكم من جديد. حصد فيلم ابتسامة في دقيقة للمخرج العراقي مصطفى الصميدعي الجائزة الذهبية في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية. مدة الفيلم دقيقة واحدة وتم تصويره في محافظة الأنبار العراقية. نشاهده معا. المعاملة طلعت تبتسم شوي شوي ابتسم ابتسم للكاميرا حق حد يضحك ما يضحك ما واقف وينضم إلينا عبر سكايب من بغداد المخرج مصطفى الصميدعي. أهلا وسهلا بك مصطفى. يعني من خلال هذه الابتسامات فزت بالجائزة الذهبية في جنيف للمهرجان الدولي للسينما الشرقية، مبروك بداية. يعني كيف استطاعت هذه الابتسامات أن تجعلك تفوز بجائزة من هذا النوع، وخاصة أننا نعرف أن عندما نعرف أنها صورت في الأنبار من بؤرة صنفت على أنها الأخطر على الإطلاق؟ بالضبط. بداية شكرا نادين لاستضافتي في التلفزيون العربي في برنامج شقابيك. بصراحة فوز الفيلم يعني شيء غير متوقع، ما كنت متوقع أنه بصراحة راح يفوز. كان صدفة، من صديق بعث لي رابط وقال أنه هذا مهرجان أفلامه قصيرة وممكن أنه أشارك به. فعلا أرسلت الرابط، أرسلت الفيديو العفو، لكن اللجنة كان الرد من عندهم بأنه إحنا نعتذر عن قبول الفيلم لأن تقديمه كان جدا متأخر. بعد يومين وصلني رد من عندهم بأنه انقبل الفيلم. أنا بصراحة كانت مفاجأة يعني. فاتح.
اي بالضبط. قبل الفيلم وترشحت من 14 فيلم مشارك في المهرجان. لحد هذه اللحظه انا كنت يعني مأيس من الموضوع، يعني ما متوقع نهائي انه راح يفوز، لان هذه هي اول مشاركه في مهرجانات دوليه، ومشارك سابقا في مهرجانات الفكرة حتى محلية. يعني مصطفى الفكره جد بسيطه، الف مبروك يعني مجددا. نعم. ولكن من اين اتتك هذه الفكره، يعني حض الناس على الابتسام والضحك؟ هذا الشيء الابتسامة، شوف كفيلم ميكر أو كصانع أفلام كمصور أو صانع محتوى، أنا دائما أفكر بما يفكر به المشاهد، بما يفكر الناس، بالصورة اللي تطلع أو كيف تأثر على المشاهدين، كيف تنقل بها الرسالة. فالابتسامة هو دائما الشيء الإيجابي، الابتسامة دائما تجيها عند كل إنسان عراقي بصراحة ما تفارقه، إن كانت ظروفه جدا صعبة مهما كان وضع النفسي، تجي دائما مبتسم، دائما يبتسم لك بالسلام بالشقة، أو حتى إذا أنت أول مرة تتعرف عليه هو دائما يرحب بك بابتسام. فكانت الفكرة بين كيف أظهر الابتسامة هذه من بالضبط فئة معينة من الشعب العراقي عانت ما عانت من ويلات الحروب والخطورة بحياتهم، وايضا نظره الناس لهم والمجتمعات بانهم هم جنوا كانوا سبب في الاحداث اللي صارت سابقا في الانبار خصوصا في الرمادي، نظره الناس لهم انه هم يعني غير شيء صراحه، كان سلبيه، يعني نظره مغايره مغلوطه بالضبط جدا جدا. حتى انا من زرت الانبار كانت اول زياره لي، وقبل لا اروح كنت جدا متخوف ومتردد من زياره الانبار وتصويرها، لأن أسمع من الناس كلام كثير، لكن من رحت وشفت بعيني انصدمت بصراحة بواقع هناك يختلف. الناس جدا مشهورين بالكرم، بالضيافة العربية الأصيلة، بالابتسامة، جدا متعاونين. طب بالنسبة للابتسامة مصطفى، يعني في الفيلم نلاحظ هناك التعابير كيف تتغير، تبدأ بالاستغراب ومن ثم الابتسامة ومن ثم الضحك، يعني ما الذي يجعل المرء يبتسم ويضحك أمام الكاميرا وينسى العدسة؟ ممكن إذا سألتك نادين أنت من الناس، داني واقف يعني أمامك وكنت أصورك يعني وأول مرة ألتقي فيك وأطلب منك أنه تبتسمين، أكيد راح تستغربين بالبداية أنا ليش أبتسم؟ يمكن، لكن ممكن. فهو هذه كانت ردة الفعل عند الكثيرين، دائما من أقول يعني أطلب من عنده أقول ابتسم، فيصفن يظل ساكت يباوع عليه، فأظل باوع عليه بعدين يضحك لا إراديا. فهذا الشيء يجي شعور الحق لطيف بأنه كان يتبادل وياك الشعور اللطيف هذا. على كل كانت ردود الفعل على كل مصطفى على كل محطة جنيف ليست المحطة الوحيدة لتألقك، عندك صورة أيضا اختيرت من بين أفضل 10 صور في عام 2019، لو تطلعنا على الجهة التي صنفت هذه الصورة، وبما أننا نقول أنه الصورة تغني عن 1000 كلمة، برأيك ما الذي يميز صورة واحدة دون سواها في كثير من الصور المتشابهة؟ بالضبط هذا السؤال اللي أنا أحيانا هم أطرحه على نفسي، أنه شنو اللي يخلى صورتي تتميز وتكون من الصور المميزة. حقيقة هي كثير من المواقع اللي تصنف حاليا، وأكثر من موقع صنف، لكن لا يعني أنا أتذكر أي موقع بالضبط هو اللي صنفه، لكن هي موجودة بالنت بالبحث، هي راح تطلع صورة إن شاء الله من ضمن أكثر 10 صور أثرت في المجتمع العربي. طيب لكن المحتوى الصورة ورسالة الصورة، الزاوية والوقت والمضمون، أهم شيء هو المضمون الصورة. فهي كانت أيضا تغطية المظاهرات في العراق خلال فترة المظاهرات، فحاولت من خلال هذه الصورة أنه أبرز المظاهرات من زاوية أخرى جديدة غير المعتادة عليها العين البشرية في الأخبار وفي الصحف وفي الإنترنت. يعني الحمد لله توفقت فيها. يعني أنت شاركت، يعني عم تقلنا عن هذه الصورة مأخوذة من المظاهرات، كيف يمكن للمصور بنفس الوقت أن ينقل حيادية الواقع وتحدياته وألامه في لحظة مناسبة تنقل الجمالية، تنقل الجانب الفني لهذه اللحظة؟ هي أن تعيش مع الناس وتعيش حالة الناس، هذا أهم شيء. أنا ما ممكن أروح أصور صورة للمظاهرات أو حتى إن كانت في الأنبار تعبر عن ابتسامة وأنا ما عايش هذا الدور، فلازم أعيش هذا الدور، لازم أحاكي شعور الناس، نظرتهم، حاسسهم الداخلية،
حتى احاول بمهنتي او الموهبه اللي امتلكها انه اترجم هذا الشيء للناس واوصل للناس باسهل طريقه. مصطفى الصميضه، يعني اتمنى ان تبقى دائما مبتسما. شكرا جزيلا لك من بغداد. شكرا شكرا جزيلا. يعاني آلاف من المتعافين من فيروس كوفيد-19 في أنحاء العالم من صدمات نفسية وآلام جسدية دفعت بالعديد منهم للخضوع للعلاج الفيزيائي في مصحات الطب الطبيعي بهدف مساعدتهم على الحركة وتجاوز الآثار النفسية التي خلفها مكوثهم في قسم الطوارئ. التعافي من كابوس فيروس كورونا المرعب ليس النهاية. آلاف الناجين من الوباء القاتل يقاومون تبعاته النفسية والجسدية هنا في قسم الطب الطبيعي في مستشفى فالديبرون ببرشلونة من خلال إعادة تأهيل مهارتهم. يعاني ما بين 15 و45% من مرضى كوفيد-19 من تعقيدات قد تكون عصبية أو نفسية، ويعانون كثيرا من الخوف والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة بعد خروجهم من العناية المركزة. الخروج من العناية المركزة بسلام كان قمة ما صبت إليه الطواقم الطبية في عز أزمة انتشار الوباء، ولكن ماذا بعد؟ فالعديد من المتعافين من الفيروس لا يقوون على الحركة إلا بمساعدة متخصصين بالعلاج الفيزيائي. أنا سعيد للغاية لأن المدة المتوقعة في البداية للتعافي بالعلاج الفيزيائي كانت تصل إلى عام وفقا لما قاله الطبيب، لكن بدأت أتعافى بسرعة أكبر ويمكن أن ينتهي العلاج في وقت أقرب بكثير من المتوقع لأنني شخص إيجابي. العلاج الفيزيائي بأدوات متنوعة يعتمدها أخصائي العلاج الطبيعي بتمارين رياضية وبوضع لصاقات كهربائية على ذراع المريض، الأمر الذي ساعد على رفع معنويات المرضى. المرضى الذين لا يستطيعون تحريك ذراع أو ساق، لا يستطيعون المشي أو الكلام، ويعانون من ضعف إدراكي، وظهرت عليهم علامات أمراض دماغية، وهو ما جعل تفكيرهم بطيئاً. حصص العلاج الفيزيائي بعد التعافي من الوباء ليست متاحة للجميع، وربما لا يأبه لها كثيرون، فالاهتمام منصب اليوم على النجاة من الفيروس والعودة إلى الحياة بأي ثمن. الآن إلى وقفتنا الأسبوعية مع دينا طارق ترصد لنا أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في شباك أجندة. مساء النور دينا. مساء النور نادين. نبدأ فقرتنا هذا الأسبوع بأخبار متنوعة وبداية من قطر، حيث تقيم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرضا فنيا افتراضيا بعنوان تصادم ثقافات للفنان التشكيلي حسن طالب، وذلك عبر منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا المعرض الافتراضي ضمن سلسلة معارض الافتراضية التي تقدمها كتارا لنخبة من الفنانين، ودعت المؤسسة الجمهور من عشاق الفن التشكيلي لمشاهدة المعرض الذي يحتوي على 15 عملا إبداعيا في فن الرسوم المتحركة تمزج بين الأسلوبين الكلاسيكي والحديث بلمسة فنية تراثية. أعلنت الجمعية الدولية لنشر الكتاب العربي في تركيا عن إطلاق المعرض الافتراضي للكتاب العربي في الفترة من 27 من الشهر الجاري وحتى 5 من الشهر المقبل، وتتاح فعاليات المعرض على مدار أيامه 9 من خلال بث مباشر ينطلق يوميا في 12 ظهرا ويمتد حتى 10 مساء على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.
ويخصص المعرض بثا لكل دار نشر مشاركة يعرض خلاله تعريف بالدار وأبرز إصداراتها إلى جانب الأنشطة التي تشارك بها كالمحاضرات والندوات. يواصل المركز القومي لثقافة الطفل بمصر تقديم برامج ثقافية وفنية للأطفال كل أسبوع عبر قناة المركز على موقع يوتيوب. يأتي على رأس البرامج التي يقدمها المركز برنامج حواديت أطفال 100 حكاية وحكاية، والتي تم خلالها تقديم 9 قصص مصورة حتى الآن، كان آخرها قصة العم مصباح والحمار مشكاح من تأليف عزة أنور ورسوم الفنانة رشا منير وأداء صوتي للإذاعي هشام علوان. لأول مرة منذ انطلاقه عام 1989 يتاح معرض لندن للفنون افتراضيا لكل من يرغب في حضور منتدياته أو التواصل مع العارضين المشاركين به، وتقام دورة هذا العام بين 22 و28 من الشهر الجاري، وتعرض خلالها مشاريع فنية معاصرة لشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب عرض المجموعات الرئيسية لعدد من المتاحف من مختلف بلدان العالم، كما يتضمن برنامج هذا العام مجموعة من الندوات الثقافية من بينها ندوة حول نساء فنانات بين الماضي والحاضر. يتواصل في البيت العربي بقرطبة معرض الصور الفوتوغرافية المغاربة للفنانة المغربية الراحلة ليلى علاوي. المعرض الذي انطلق الشهر يناير الماضي تختتم فعالياته في 24 من الشهر الجاري، ويضم المعرض 30 صورة تم التقاطها في مدن وقرى مغربية مختلفة، تهدف كل منها لإبراز ذاتية وتفرد الصورة. وكانت علاوي قد التقطت هذه الصورة في رحلة قامت بها عبر مدن وقرى المغرب في الفترة بين عامين 2010 و2014. في معرض انطلق مطلع الشهر الجاري ويمتد حتى يناير من العام القادم، يستعيد متحف لوكسمبورغ للفنون في باريس تجربة الفنان الأمريكي مان راي في تصوير الأزياء بوصفها تجربة فنية مختلفة. ويستكشف المعرض الجوانب الرئيسية لعمل راي في تصوير الأزياء وتأثره الدائم على هذا الوسط. يذكر أن راي كان فنانا متعدد المواهب والاهتمامات، حيث تنوعت أعماله بين التصوير الفوتوغرافي والبوسترات وصناعة الأفلام وحتى كتابة الشعر. شكرا للمتابعة وعودة إليك نادين. شكرا جزيلا لك دينا. استغلت الفنانة التشكيلية التونسية زينب الهلالي فترة الحجر المنزلي لصنع نحو 400 فزاعة تجسد شخصيات موسيقية ومسرحية، وأخرى استوحتها من طبيعة الحياة في منطقتها في جبل سمامة. واعتمدت زينب في صنع فزاعاتها على مخلفات النفايات من عبوات البلاستيك، في خطوة أرادت من خلالها التشجيع على إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. هذه الفزاعات ليست هنا لإخافة الطيور، إنما لإمتاع الحضور. العشرات منها داخل هذا المسرح في جبل سمامة التونسي تشارك في عروض مسرحية وموسيقية، جميعها صنع خلال فترة الحجر من مخلفات النفايات بأيدي الفنانة زينب الهلالي. في فترة الحجر الصحي نستعمل برشا مواد تنظيف، الجافيل خاصة والصابون، كثروا الدبابز، كثروا البيدن، استعملت عملت برشا حكايات، أوركستر موسيقي، جمهور، بما أنه المعز كان باش يتعمل قبل وتعطلنا، عملت كله جمهور والفزاعات. إعادة التدوير والحفاظ على البيئة الغرض الأساسي من تشكيلها، حيث استلهمت شخصياتها من الحياة الجبلية وبساطتها. العمل هذا نحب نجسد شوي من حياة الريف، نحب زادة نختم حاجات باهية، ونحب نعلم زادة
الصغار انهم يلموا ينظفوا البيئه، حتى الكبار ينجموا يخدموا حاجات بهم، حتى مش كان باش نعمل موضوع ولا حاجه، نجموا يعملوا حاجات للزينه حتى في ديارهم. نموذج الفزاعة المرعب تحول إلى دمية مشرقة ملونة تجسد الحياة الجبلية ومصاعبها. تسرد قصص الآخرين وتعكس هواياتهم من خلال تصويرها للكوميديا الساخرة والسوداء. فترة التحاجر يعني زينب أثرت الفضاء كله، عمرته بالفزاعات اللي جيتها وللمركز الثقافي الجبلي سمامة، ما لقيش برش عباد لكن يلقى قرابة 400 فزاعة بين صغيرة وكبيرة، بين جمهور وبين موسيقيين وبين كاريكاتير، وفيها مشاهد يعني من الكوميديا ومن الكوميديا السوداء اللي تحاكي حياة الرعاة. فزاعات زينب الهلالي لا تواجه فقط عزلة كورونا، وإنما تتحدى رعب الاشتباكات في منطقتها بين قوات الأمن ومسلحين منذ عام 2014. وبهذا نصل إلى ختام شبابيك. الموعد يتجدد غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت القدس. شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.